Hallo, wie geht's? Meine Schüler und meine Schülerinnen, wir sprechen heute über die Regel um zu. Auf Seite 55 im Booklet. Inshallah, nachdem an, Regel ist mehr um zu. Lehr zu in Englisch. وإزاي بنستخدمها في الزتس في الجمل اللي موجودة قدامنا. أول حاجة طبعا إحنا قلنا تو زي تو بالإنجلش بمعنى لكي. لما أجي أقول مثلا أنا أذهب إلى المدرسة لكي أتعلم. بنعمل الجملة دي إزاي؟ بقول مثلا إيش جيه سو شولة. أنا أذهب إلى المدرسة English to learning. إذا أنا لاحظته هنا إن بعد حطيت الحاجة اللي أنا هتعلمها وبعد كده حطيت الفيرب في آخر الجملة في حالة الانفينيتيف وقبليه to بقول to learning to machen to hören to schreiben. Noch einmal, مرة تانية. تو زي تو بالانجلش بمعنى لكي. بنستخدمها ازاي؟ بنحط وبنحط باقي الجملة عادي، بس بنخلي بالنا ان احنا بنحط الفيرب في الاخر وقبليه سو. طيب نشوف كده بايشبيلة موجودة قدامنا في البوكلت قدامنا. بيقول فو تو كاوفست دو اينه تورته. وتسو زي من أجل ماذا، أو برضو قريبة من واي، لماذا؟ لماذا هتشتري التورتة؟ فرد عليه قال له زي ماينه جفستا تسو شينكن. هنا بس في عندنا تعديل بسيط، إن احنا هنا هنخلي ماينه هنخليها ماينر، ماينر جفستا، تعديل بس بسيط جدا. طيب نشوف كده ايه اللي حصل هنا لما جينا استخدمنا تو. حط هنا وبعد كده حط زي اللي هي عايده على التورته، وحط كلمه ماينر جفستا اللي هي اختي، وبعد كده حط تسو وحط بعدها الانفينيتيف. طبعا زي ما احنا عارفين ان الانفينيتيف عندنا الفيرب اندت ميت ان او ده اي ان، يعني الفيرب اللي اخره ان او اي ان، هو ده اللي انا بقول عليه انفينيتيف. يبقى بس نخلي بالنا من ايه، ماينا هنخليها ماينر. طيب نشوف كده موجود عندي ذات سي مجموعة جمل طالب مني ان انا اكونها، جايب لي فورتا مجموعة كلمات وطالب مني ان انا بيلد ذات سي ميت سو، كون جملة ب وتسو. طيب هنا مثلا أول كلمة داس بوخ اللي هو الكتاب، عمل عليها ذات سؤال إيش براوخ داس بوخ، أنا محتاج الكتاب دويتش تو ليرنن لكي أتعلم اللغة الألمانية تو ليرن إنجلش أو ليرن جيرمان. لاحظت هنا حط بعدها بقية الجملة عادي، وجاب الفيرب حطه في الآخر وحط قبليه تسو، يبقى تسو ليرن. طيب نمسك احنا برضو بقية الكلمات ونعمل عليها برضو جمل بقوم تسو. نمسك مثلا عندي كلمة روك زاك، روك زاك اللي هي شنطة الظهر، الشنطة اللي أنا بشيلها على ظهري، فبقول مثلا إيش باكه ماينن روك زاك، يعني أنا بحط الحاجات بتاعتي في الشنطة إندن كلوب تسوجيهن لكي أذهب إلى النادي. إيه اللي أنا عملته هنا؟ حطيت أهي قدامي، وبعد كده حطيت بقية الجملة اللي هو إلى النادي، وبعد كده حطيت تسو وحطيت وراها الإنفينيتيف اللي هو جيهن. يبقى أنا بجهز الشنطة بتاعتي لكي أذهب إلى النادي. طيب
في عندي فورت تانية، كلمة تانية، زي مثلا كلمة فاراد. فاراد اللي هي العجلة. أقول مثلا أعمل عليها زاتس إزاي؟ إيش جيه إن دين كلوب؟ أنا هذهب إلى النادي أم فاراد سوفارن عشان أركب هناك العجل. برضو هنا برضو حطينا أم، حطينا وراها بقية الجملة، بعد كده حطينا تسو بلوس انفينيتي، يعني وراها الانفينيتي. نفس الفكرة اللي احنا عملناها في نومر اينز وتسفاي ودراي هنعملها في باقي الكلمات. طبعا باقي الكلمات توبس طبعا اللي هي الحلة خدناها قبل كده، وشراوبن شلوسل اللي هو المفتاح الانجليزي اللي هو بتاع الاوتو ميشانيكا اللي هو الميكانيكي. طيب نشوف برضو فكرة تانية من الايبونج اللي موجود عندي. ايبونج بتقول انت فاتر ميت ام سو، يعني عايزني اجاوب ب ام وتسو. فاروم فات تينا ناخ انجلاند، ليه تينا هتسافر الى انجلاند وجايب لي انجلش ليرنن؟ يبقى اكيد هقول ان تينا هتسافر الى انجلاند عشان تتعلم اللغة الانجليزية. فممكن اقول اهو تينا learned، تينا فيرت. صلح بس هنا بدل طبعا ايش الكلمتين دول كده، هنخليها عندنا تينا فيرت، يعني تينا هتسافر. وبعد كده عندي ناخ انجلاند، يعني الى انجلترا. ام انجلش سو ليرنن، لكي تتعلم اللغة الانجليزية. ادي ام اهي عندنا، حطينا وراها كلمة انجلش، وبعد كده حطينا سو وبعدها ليرنن. طيب نمرة 2، Warum lernst du Deutsch؟ انت ليه بتدرس اللغة الألمانية؟ وجاب لي كده ما بين الأقواس عندي بيقول in Deutschland studieren، يعني أدرس في ألمانيا. يبقى أكيد هقول ich lerne Deutsch، يعني أنا بتعلم اللغة الألمانية. in Deutschland zu studieren، لكي أدرس في ألمانيا. يبقى هنا برضو حطينا وراها in Deutschland، وبعد كده حطينا تسو وراها الانفينيتي. نمرة 3، Warum geht Mikes ins Goethe Institut؟ وبعد كده جايب لي Deutsch lernen. فبيقول ليه الشخصية اللي اسمها ميكس دي اللي بتروح لمعهد جوتا؟ فبيقول طبعا عشان هتتعلم اللغة الألمانية. فبنقول ميكس جيت انس جوتا انستيتوت دويتش تسو ليرنن. يبقى ميكس هيذهب الى معهد جوتا عشان يتعلم اللغه الالمانيه. برضو نفس الفكره اللي احنا عملناها في اينز زفاي دراي هنعملها في باقي الزيتس اللي هي موجوده بعد كده. طيب نشوف بس كده، يعني عشان ايه الكلمات او الفورتا اللي هي الفرمد فورتا، الكلمات اللي هي الغريبه علينا شويه او ما عدتش علينا قبل كده، زي مثلا نوما زكس، فاروم مخت زبينا اينه ديت. مخن ديت يعني يعمل الرجيم او الدايت يعني. فعندي اب نيمن، اب نيمن اللي هو بمعنى وزنه يقل. اب نيمن وزنه يقل. طيب نشوف بعد كده فكرة جديدة، فابيند دي زاتس ميت ام سو، يعني عايز جملتين قدامي وعايزني اربط ما بينهم ب ام تسو. نشوف كده البايشبيل اللي موجود قدامنا. ايش فاغي ناخ دويتشلاند، انا هسافر الى المانيا. ايش فيل دويتش ليرنن، عايز اتعلم الماني. طبعا هنا نربط ازاي؟ اكيد اقول انا هسافر لالمانيا لكي اتعلم اللغه الالمانيه. بقول اهو ايش فاغي ناخ دويتشلاند، انا هسافر الى المانيا. دويتش تسو ليرنن، يعني لكي اتعلم اللغه
الألمانية. بعد كده بيقول ايش فاغي ناخ باريس، انا هسافر الى باريس. ايش فيل دن ايفل توم زي، يعني عايز اشوف برج ايفل. هنعملها ازاي؟ يبقى هقول ايش فاغي ناخ باريس، انا هسافر الى باريس. دن ايفل توم سو زي، لكي اشوف او لكي ارى برج ايفل. نمرة 2، ايش ترايبي سبورت، يعني انا بمارس الرياضة. ايش فيل فيت بلايبن، عشان افضل جسمي لائق او جسمي سليم او صحي. هنقولها ازاي؟ ايش ترايبي سبورت، انا بمارس رياضة. فيت سو بلايبن، لكي ابقى لائق او جسمي لائق او شكله مناسب. ايه طبعا اللي عملناه هنا؟ حطينا وبعد كده حطينا كلمة فيت، وبعد كده حطينا تسو وبلايبن. هنا حد هيسأل هيقول لي طب فيل دي راحت فين؟ ما هو مش هينفع اقول ان انا هلعب رياضة او همارس رياضة لكي انا عايز ابقى جسمي كويس، اكيد مش هقول كده. اكيد هقول لكي يبقى او يفضل جسمي لائق او شكله مناسب. يبقى هنا بنشيل فولن وبناخد بس ايه؟ بناخد بلايبن. نفس الفكرة برضو في الزاتس اللي بعدها بتقول ايه؟ كلاوس بلايبت تو هاوزر، يعني كلاوس هيقعد في البيت. بير فيل فيرنزين، هو عايز يتفرج على التلفزيون. هنا بقى نخلي بالنا عشان في فكرة جديدة هنا في الزاتس اللي موجودة قدامنا دي. ايه هي؟ هقول كلاوس بلايبت تو هاوزر، كلاوس هيقعد في البيت عشان يتفرج على التلفزيون. طب انا عندي فيرن زين، فيرن زين هو ده اللي احنا هنستخدمه، انما فولن اتفقنا ان فولن بنشيلها ما بنحطهاش مع ام تسو. طيب فيرن زين ده خدناه قبل كده فعل ترمبار، ترمبار يعني فعل منفصل، يعني بيتكون من جزئين فيرن وزين. طيب هنحط هنا تسو، هنحطها ازاي؟ قال لي لما يكون عندي فعل منفصل زي فيرن زين او ان روفن أوف شتيهن أوف رويمن، بنحط تسو في النص ما بين الزيلبر والفيرب، زي ما احنا شايفين كده قلنا تسو فيرن زين. أو ممكن أقول على طول، ممكن أشيل خالص، هنشيل خالص ونقول فيرن تسو زين. فيرن تسو زين يبقى كلاوس بلايبت تسو هاوزر، كلاوس هيقعد في البيت. فيرن تسو زين يعني لكي يشاهد التلفاز، فيرن تسو زين. او ممكن اقول فيرن تسو زين على طول. ده كده بالنسبة لي فكرة الايبونج اللي موجودة قدامنا. طبعا بقية الزيتس هنعملها بنفس الفكرة، بس بنخلي بالنا بس من اخر جملة اللي هي نوما زيبن دي لغارين المدرسة مخت في جروبن ابايت، يعني بتعمل شغل ما بين الجروبات كده في الفصل. زي فيل دين انترشت افتسين جشتالت، زي فيل دين انترشت افتسين جشتالت. عندي هنا اوسدروك اسمه جشتالتن دين انترشت افتسين، دي كده معناها عشان تخلي الحصة فيها درجة عالية من الكفاءة أو الحيوية أو النشاط بالنسبة للطلبة. هي عشان تخلي الحصة لذيذة بالنسبة للطلبة فبتحب تخلي الطلبة كلها تشارك، فده بتخلي جشتالتن، بتجعل أو بتخلق جو كده في الحصة في الأونترريشت يكون افتسينت. افتسينت يعني يكون أكثر حيوية أو أكثر نشاط بالنسبة للطلبة وأكثر كفاءة. ده كده بالنسبة لي الريجل اللي عندي اللي هي الخاصة ب تسو. في عندي بعد كده الالتاج زيتواتسيونن اللي هي المواقف، زي ما احنا عارفين من قبل كده زيتواتسيون بيجي لي بيقول لي فيلي اوس، يعني اختار
Nummer 1, Sie fragen deinen Freund. حضرتك بتسأل صديق, was ist dein Vater von Beruf? إيه هي الوظيفة بتاعت الوالد؟ طبعا لما نيجي نقرأ كده الثلاث جمل اللي قدامنا, أكيد طبعا هقول er ist Arzt, ولا هقول er arbeitet bei Vodafone, ولا ich arbeite هي. طيب لما نيجي نبص كده في السؤال بيقول ايه, حضرتك بتسأل صديق ماذا تكون وظيفة والدك, يبقى اكيد طبعا انسب جملة قدامي او الريشتيجي انتفورت اللي هي نوما ا اللي هي er ist Arzt, يعني هو بيكون طبيب. نوما 2, دو فراجست deinen Freund nach dem Traumberuf. Du fragst deinen Freund nach dem Traumberuf, يعني أنت بتسأل صديقك عن وظيفة الأحلام. فأكيد هتقول له Was willst du werden؟ يعني ماذا تريد أن تصبح؟ Nummer 3, zwei Kinder. حد بيقول صديق يعني عندي 2 أطفال. يبقى هند فراكت, هند سألت, قالت ايه عشان يرد عليها يقول لها zwei Kinder؟ اكيد طبعا سألت wie viele Kinder haben Sie, حضرتك عندك كام طفل. نمرة 4, بيتا او بيتر ننطقها زي الانجليش عادي, دانكت بيأتر, يعني بيتر بيشكر دانكن, يعني thank يشكر شخصية اسمها بيأتر, هيشكره اكيد هيقول له ايه, هيقول له اكيد vielen Dank. Sie fragen nach dem Beruf. حضرتك بتسأل عن الوظيفة. يبقى أكيد طبعا Was sind Sie von Beruf؟ وظيفة حضرتك إيه؟ Nummer 5. Ihr Freund sagt Danke. صديقك بيقول لك Danke, شكرا. فأكيد هتقول له Bitte schön. Bitte schön يعني شكرا أو العفو. ماجدة فراجت, ماجدة بتسأل Wie alt bist du؟ عندك كم سنة؟ أكيد طبعا هقول لها زشت سين, من عندي 16. verheiratet يعني متجوز, ملهاش دعوة بالسن. Arabisch und Deutsch, يبقى كورينا, كورينا فراكت, كورينا فراكت يعني كورينا بتسأل, أكيد هتسأل هتقول إيه؟ Was sprechen Sie؟ حضرتك بتتكلم إيه؟ فعشان كده قلت لها Arabisch und دويتش. دي كده الالتاج سيتواسيونن اللي موجود عندي في زيت اخت اوند فون فيتش. في عندنا برضو سيتواسيون موجوده في اوف ليت ستا زيت, يعني في الصفحه الاخيره. نمرة 1, داين لابتوب فونكتيونيات نيشت, اللابتوب بتاعك مش شغال. فاكيد طبعا هقول داين لابتوب از كابوت, يعني ان اللابتوب بتاعي بيكون بايظ او مش شغال. نمرة 2, اختونج يعني انتبه, der Zug nach Berlin hat Verspätung, hat Verspätung يعني هيتأخر. يبقى اكيد du bist im Bahnhof, حضرتك بتكون في محطة القطر. نمرة 3, einfach nach Sohag bitte, einfach nach Sohag bitte يعني تذكرة ذهاب إلى مدينة سوهاج. Einfach هنا مقصود بها تذكرة الذهاب بس. يبقى أكيد حضرتك بتسأل عن Du musstest eine Fahrkarte kaufen, حضرتك عايز تشتري تذكرة السفر. طبعا بالنسبة لـ Du fragst nach der, nach Fahrziel, Fahrziel اللي هو المكان اللي حضرتك عايز تروح له. ب دو فراكس ناخ دم أبشلوس, أبشلوس يعني توصيلة أو حاجة هتوصلك للمكان اللي أنت هتروح. نوما فيا في كان إيش إينن هيلفن, إزاي أقدر أساعد حضرتك؟ يبقى أكيد طبعا يمند راوخت, يمند راوخت كاين هيلف يعني حد مش محتاج مساعدة, ولا يمند براوخت نيشتس يعني حد مش محتاج اي حاجه, نيشتس اللي هي nothing, ولا اللي هي jemand fragt auskunft,
او سكون في تاني يعني استعلام او معلومة. يبقى اكيد طبعا هي الانتفورت بتاعتي هتبقى يمن فراكت او سكون واحد محتاج معلومة، فانا برد عليه بقول له في كان ايش اينن هيلفن، ازاي اقدر اساعد حضرتك. نمرة 5 جرون ايست داين ليبلينجز فاذر. جرون ايست داين ليبلينجز فاذر يعني اللون الاخضر هو اللون المفضل لدى حضرتك. يبقى اكيد هقول له ميا جيفيلت دي فاذر جرون زير، يعني اللون الاخضر ده بيعجبني جدا. ده كده بالنسبة للجزء الخاص بأم سو والألتاج سيتواتسيونن اللي احنا اشتغلناهم مع بعض النهاردة. فيلن دانك.